صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم النفل عن الراحلة، هذا من مواقفه صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به راحلته. وفي بعض الروايات ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته. فكان الحكم هو ماذا؟ جواز التنفل في السفر، أن الإنسان إذا كنت في سفر يجوز تتنفل، ما قال لك أنت في سفر وما يجوز، ما يجوز تتنفل، ما يجوز صلي النوافل، لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى النوافل وهو ماذا؟ وهو في السفر. ثانيا، جواز الصلاة على الراحلة في النافلة وليس في الفريضة. أنت كنت في سفر وأردت أن تصلي نافلة، يجوز لك أن تصلي النافلة، يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت في السفر. نعم، قالوا أنك توجه الراحلة جهة القبلة وتقرأ التوجيه وتكبر التكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك توكل حتى إذا كان على السيارة. ففي هذه يكون من يعني من الحكم المستفاد من فعله صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو جواز التنفل على الراحلة، وكما قلت النافلة وليست الفريضة. يعني البعض ربما البعض يعني يفهم من هذا الأمر، خصوصا إذا قال له الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته، يظن أن الصلاة عموما فيصلي حتى الفريضة. لا، وإنما هذا الحكم مقتصر على النافلة. نعم، إن وصل الأمر إلى أن الإنسان يعجز عن الصلاة عن صلاة الفريضة ويخرج وقت الصلاة الفريضة إلا وهو ماذا؟ على الراحلة، هنا يمكن أن يقال له صلي على ماذا؟ على قدر استطاعتك من الصلاة. من هذه الناحية، بغض النظر هل هو على راحلة أو هو على غير راحلة، لأن هنا الحكم يكون ماذا؟ يكون أنه ما يترك الصلاة ولا يفوت وقت الصلاة، وأن وقت الصلاة وقتها محدد حتى لا يفوت وقت الفرض. نعم.